ويا هلا، فيديو النهاردة بسيط جدا وحلو قوي، وفعليا عايزة اعمله من فترة ولكن كنت مترددة بسبب الالوان، ولكن الالوان اتوفرت وتعالوا نشتغلها مع بعض. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض التوتي باج اللي كنت يعني مصدعاكم بيها جدا السنة اللي فاتت، من نفس القماش وقصناه مع بعض في فيديو، والنهاردة هنطرزه في الفيديو بتاعنا. واول حاجة عملتها طبعا، بما ان قماش الدك دايما بينزل، فانا على طول قفلته كده بشكل عشوائي بسرعة بسرعة، ورحت مقفل عليه من الجوانب ومخيطة خياطة كده كبيرة اهي، وعلى طول ابتديت التطريز بتاعي. ايه بقى النهاردة التطريز بتاعي، وهي ترى ايه الالوان اللي هي ما كانتش متوفرة؟ اول حاجة دي الصورة اللي انا هطرزها، اوكي، وطبعا صورتها عشان اهول على نفسي المرحلة التانية، ومش هينفع ان هي تتعمل بقلم حراري والحركات دي، لان هي اصلا تفاصيلها كتير قوي بصراحة. فعلى طول على طول هطرزها على القطعة بتاعتي، طبعا عش نحل ونحلاية وورود، اكيد طبعا محتاجة الوان كتير، وانا بميل للصور اللي هي ابيض واسود، وانا ابدع في اللون احسن من انه اروح للصورة ملونة ويعني ما تكونش عجباني قوي، فاهميني؟ ودي كل الالوان المتوفرة عندي، ولو ملاحظين هو بكر خياطة. انا هطرز ببكر خياطة، انا مجنونة للدرجة دي، عارفة الوان اهي كلها طبعا حلوين قوي، والوان مميزة كده، وهي دي الالوان اللي احنا هنطرز بيها الرسمة بتاعتي. اغلبها قايم على اللون الاصفر واللون اللي هو المشمش ده، تمام، وهو عش النحل قريب جدا من الالوان دي، ولكن احنا بنحتاج دايما ظل للون الاصفر الخاص بعش النحل، فبستخدم اللون ده واللون ده، تمام، واحيانا بستخدم ده ظل للاتنين، وهتفهموا ازاي، يعني هتفهموا انا بتكلم عن ايه بعد شوية. طبعا اغلب الالوان هنستخدمها، بس كل لون هطلعه معاكم بالتدريج على اساس اللخبطة والزحمة الزايدة دي، فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هنستخدمها مع بعض طبعا هي الابر دي، الابر دي ابر تطريز بتيجي اهي، تمام، ودي اصغر حاجة في ابر التطريز زي ما انتم شايفين، صغنطوطة خالص، وهي دي اللي انا هطرز بيها لان هي بتسرع معايا الاداء بصراحة، والخيط بما انه رفيع فهي كمان هتخدمني. طبعا بكره موسخ شويه لانه طبعا بيتباع في الشارع، فطبيعي. انا في مره بصوا بستخدم اللونين دول مع بعض، اصفر واصفر، بس هتشوفوا دلوقتي حالا تاثيره في درجه الالوان مع خليه النحل دي بالشكل ده اهو، تمام، وبيكونوا مختلفين قوي مع بعض. فعلى طول بعمل الحركة دي، بدمج الاتنين كده مع بعض كخيط. احيان تانية بدمج اللون ده، تمام، وطبعا شايفين انتوا قد ايه ان هو غامق شوية، مع اللون ده، تمام، وده اللون اللي انا بقول لكم بيعمل ظل على الخلية فبيديني منظر مختلف. فيلا بينا بقى نبدأ. انا استخدمت اللونين دول وهوريكم تأثير اللونين دول مع بعض. طبعا اول حاجة ان احنا بنشد القماشة بتاعتنا وطريقة التطريز مع الورقة والتفاصيل الجميلة دي، وبعدين ببتدي ان انا احدد الخلايا، واخر حاجة بقى ببتدي ان انا ادخل في التفاصيل. فتحديد الخلايا كله بالتبديل ما بين الالوان دي، الاصفر دايما ثابت، مرة الاصفر مع ده ومرة الاصفر مع ده، طبعا مش بدمج دول مع بعض، هي مسألة ألوان ومسألة ذوق شخصي، وده اللي أنا استخدمته وفعلته، ودي كانت النتيجة. ترى زي ما انتوا شايفين تفاصيل أهي، طبعا ده اللون الأصفر مع اللون الفاتح اللي هو في إيدي، وده اللون الأصفر، تمام، مع اللون الغامق، وطبعا انتوا حاسين قد إيه بالفرق، وبيبان على القماشة حتى من الظهر أهو فرق الالوان، الغامق شويه والفاتح خالص، واحنا طبعا محتاجين الفاتح خالص اكتر من الغامق، الغامق بس بنعمله كزوايا ضوء، اوكي. وبعدين بعمل ايه يا حضرات؟ بعدين ببتدي ان انا هطرز زي ما قلت لكم شكل الخلايا. طبعا كل ما ادخل لون جديد مع لون هنبتدي نعمله مع بعض على اساس تفهموا الطريقه ماشيه ازاي، ولكن مش كل حاجه هنشتغلها طبعا مع بعض.
الطريقة سهلة وبسيطة، وأنا بمشي بس بخطوط خياطة كده جنب بعضها بدون أي فوارغ. ولو ملاحظين بفعل احيانا اللون الغامق مع اللون الاصفر، واحيانا اللون الفاتح مع اللون الاصفر، في نفس الخلية او في نفس الرسمة اهي، فبيطلع الشكل ده بحيث ان انا العب بالرسمة زي ما انا عايزة. زي ما انتم شايفين كده خطوط جنب بعضها طول الوقت، مفيش اي تغيير، يعني كل الخلايا اللي عينكم شايفاها دي، سواء هنا هنا الصغنطوطه دي ديت، الباقي اللي هنا طبعا انا استخدمت اللون الغامق مره، فيعني لازم اكمل بلون مثلا فاتح سيكا. هنا برضو الخليه اللي هي مش باينه دي تبقى تتعمل برضو، يعني كل الخلايا دي. وبعدين نبتدي ندخل في التفاصيل اللي انتم شايفينها دي، ولكن انا هعمل برضو دي الاول ودي كخلايا، وبعدين هبتدي ان انا ادخل في التفاصيل التانيه. فأخلص دي وارجع لكم مرة تانية. ترى زي ما انتم شايفين دي النتيجة لحد دلوقتي. انا حددت بس الخلايا زي ما قلت لكم، اللونين دول مرة مع بعض ومرة اللونين دول، وحددت الفروع بتاعت الشجر مرة باللون ده ومرة او اغلب المرات باللون الاخضر الزرعي، تمام، اللي هو الفروع هنا والفروع الصغنطوطة اللي الطايرة دي ما بين الرسمة. الورد بتاعي عملته باللون ده وبس. بالنسبة لتشقيرة العباد نفسه هيكون ما بين لونين، اللون ده مرة لوحده بس واللون ده لوحده. قلب الزهرة هيكون باللون ده وبس، احتمال احط فيه اللون ده مع اللون الاصفر او كمان اللون ده معاه، يعني لسه مش متأكدة، ولكن هي دي كل الالوان اللي انا استخدمتها. الرسمة مشبعة بالالوان لانه عشان اعمل تأثير سطوع الشمس مع وجود اصلا خلايا نحل، فانتوا عارفين ان دايما بيكون فيها تفاصيل، ولكن تفاصيل الخلايا نفسها لما اشيل الورقة، تفاصيل النحلة الوان تانية خالص. فاصبروا عليا. اول حاجة هنمسك اللون ده، اللون ده بس لوحده، هنعمل بيه التحديد بتاع الزهرة بتاعتي، وبعدين هبتدي احدد النحلة، وبعدين هقطع الخيط الورقة وببتدي معاكم التفاصيل اللي بجد بقى. زي ما انتوا شايفين كده هي بس تحديد، يعني خطوط عريضة كده جنب بعضها باللون اللي انتوا شايفينه ده. هو طبعا مديني تأثير اللون الذهبي اكتر، وده يعني خادم الصورة شوية لانه عامل زي ما يكون يعني سطع عليها الشمس. اتمنى ان انا الاقي النتيجة اللي انا منتظراها، بس لحد دلوقتي النتيجة الحمد لله مرضية جدا بالطريقة دي كده. كل اللي انا بعمله مفيش اختلاف خالص في طريقة التطريز، ولكن الاختلاف كله في الالوان. لحد وقتنا هذا مفيش اي تفاصيل زيادة. الاختلافات بقى اللي هتيجي بعد ما اقطع الورقة دي، ولكن مش هقطعها قبل ما اوريكم انا نفذت ايه وايه الالوان اللي استخدمتها، سواء بقى في الفراشة او الوردة نفسها، وكمان الفروع دي. طب ليه الخناقة دي هنا؟ معلش. الفروع دي انا طبعا هستخدم اللون الفاتح ده زي ما عملت هنا، برضو في الجانب التاني هنا هعمل نفس الطريقة، هنا لون غامق هنا لون فاتح فهيبرزوا مع بعض، وطبعا هنا هعمل لون غامق وهرجع اعكس هنا ما بينهم برضو لون فاتح في الفروع او الليفز الموجودة دي، وطبعا كله باللون ده مع اللون ده، تمام.
الوردة هعمل القلب بتاعها زي ما قلت لكم قبل كده باللون البني كتحديد، بس وردة فرنسية. وبعدين هبتدي ان انا اشتغلها معاكم لما اشيل برضو الورقة. الفراشة شوية هي اللي فيها تفاصيل، فهيدخل فيها الوان كتيرة جدا، بعضها موجود معايا في الاكياس في الكيس ده، وبعضها مش موجود معايا هنا، ولكن هستخدم له بكر صغير زي كده برضو هيخدم معايا اللون. اساس الفراشة باللون الاسود مع اللون الاصفر. هعمل الطريقة وهي هي نفس الاسلوب برضو، مفيش اي اختلافات. وبعدين هبتدي طبعا اشرح لكم برضو انا عملت ايه، ولكن هخلص اغلب الرسمة بالتحديد زي ما انتوا شفتوا هنا كده، وزي ما شفتوا في الخلايا لما عملتها. وبعدين نبتدي نشوف هنعمل ايه مع بعض. فيلا بينا. ترى زي ما انتوا شايفين الشكل عامل ازاي. طبعا ما تتخضوش، انا بالنسبه لكم كده انا عملت كل حاجه من غيركم، ولكن افهموني شويه. كل انا عملته تحديد خياطه بسيطه جدا بالاسلوب اللي انتوا عارفينه دايما معايا، كل اللي انتوا شايفينه من الخلايا تمام، او داخل الخلايا، الخلايا اللي هي الصغيره دي. بعدين استخدمت اللون. طبعا التحديد ده انا عملته بكذا لون. يعني ايه؟ يعني عملته باللون ده مرة لوحده بس كده، وفي مرة تانية دمجت اللونين دول مع بعض. في بعض المرات كنت بدمج اللونين دول مع بعض او اللونين دول مع بعض. ده ببساطة شديدة اللي حصل. استخدمت اللون الاورنج الصريح ده في الاجزاء اللي انتوا شايفينها دي، وزي ما انتوا شايفين هي بعض الخطوط اللي جاية بس كده بشكل مباشر، مفيش اي تفاصيل فيها. هو كل اللي انا عملته تحديد بس للصورة. طبعا الفروع او اوراق الشجر عملتها باللون الاخضر الزرعي اللي هو الغامق قوي ده. وبعض الاحيان كنت بستخدم اللون ده زي التشقيرة اللي هي حاليا مش باينة معاكم دي. استخدمت لون اللافندر في الاجنحة، اللون البني المحروق في بعض الاجنحة. طبعا استخدمت اللون الاسود وهتشوفوا دلوقتي ان هو مش باين اصلا. واستخدمت اللون اللي هو الاورنج اللي عاطي على ذهبي ده في التحديد النحلة. غير كده ما عملتش اي حاجة. طيب احنا هنعمل مع بعض ايه؟ حالا هقول لكم كل احنا هنعمله مع بعض. ان احنا هنفهم ازاي هنعمل الخطوط دي، لان دي مهمة. ده شكل النحلة بالفعل تمام، لكن كل الباقي هو كان تحديد خطوط بسيطة ما فيهاش اي تفاصيل ولا فيها اي مهارة. برضو هنكمل الجزء ده هنا بالوردة الفرنسية باللون الغامق، ومرة هنعمله هنا باللون الفاتح. وخدت الالوان دي منين؟ زي ما انتوا شايفين زهر عباد الشمس اللي انا واخدة منه الالوان دي، اهي اهي واهي تمام. طبعا الباقي مش محتاج خيال خصب ولا حاجة، هي الالوان الزرع باللون الاخضر الفاتح والغامق دي معروفة جدا. الخلايا طبعا بتكون باللون الاصفر وباللون الذهبي الغامق. والباقي جسم النحلة انا اخدته من النحلة اللي انتوا شايفينها حاليا. طبعا انا مش عندي اللون البني القمر ده، فاستخدمت اللون البني المحروق. وشوية هبتدي ان انا اشقره وانا شغالة. احط الطارة. طبعا الشعيرات او الرجلين بتاعت النحلة عملتها باللون الاخضر الغامق، لان هي كانت موجودة كده في الصورة. بعض التفاصيل الصورة مش بيبان، فالرسمة طبعا انها كبيرة شويتين. يعني ده كل التفاصيل اللي هي اساسا فاتتكم. نزلتها قوي كده ليه؟ لانه طبعا هنا لسه الجزء ده في الصورة مكملش، هنعمله مع بعض. وهنعمل كمان الجزء بتاع النحلة ببساطة جديدة. طيب اللون ده لون ايه؟ اللون ده اللون ده تمام. واللون البني اهو محروق خالص كده، هو قريب من الاسود، ولكن هو ده اللي انا عملت بيه بعض اجزاء النحلة. وفي حاجة القماشة دي سودة بس هي بتبهت بعد 3-4 غسلات كده، فمش هيكون لون اسود صريح، هيكون اللون اللي هو المحجر او اللي هو تحس انه اسود بهتان. طبعا انا مش حابة الاسود يكون داكن يعني، فاستخدمت اللون ده ببساطة جديدة بالخيط بتاعي. وبجيب واروح انزل بالطريقة دي. طبعا شعيرات خفيفة، انا عملت واحدة بالاتجاه لفوق والتانية هاخدها يبقى باتجاهها لتحت، بحيث تبان كأنها ايه شعر كده منكوش. بصوا بدخل في اي مكان قريب بالطريقة دي، بسحب الخيط واروح ادخل. طبعا هنا في لون اسود ده هيتعمل بعدين تمام، بدخل فوقيه على طول تمام.
بحاول بس ان انا املى الفراغ اللي هو باللون الابيض، طبعا تحت هنا كده لون ابيض ما بين اللون الاسود، هنعمله مع بعض لما نشيل الورقة دي. التفاصيل دي برضو لما نشيل الورقة، التفاصيل السوداء اللي انتوا شايفينها في الصورة دي، لان ده باللون الاصفر الفائع قوي مع اللون اللي احنا شغالين بيه حاليا. بالطريقه دي تعالوا دلوقتي نعمل الجزء الناقص ده برضه عشان تبقوا شفتوا التفاصيل والتركات اللي هي موجوده اساسا في الرسمه. هي مش صعبه ولا حاجه، ولكن برضه حبيت ان انتوا تشوفوا التفاصيل على اساس ان انتوا يعني ما تحسوش ان في حاجه ناقصاكم او ان انتوا مش هتقدروا تنفذوها، فهي بسيطه جدا. يلا بينا. زي ما قلت لكم في بعض المرات كنت برضه بستخدم درجه اللون دي اللي هي موجوده حاليا برضه في النحله بتاعتي، فهي دي برضه اللي انا هستخدمها هنا، لان يعني انا طبعا استخدمت درجتين لون مختلفين، وده السبب في نفس الخلية. طبعا السبب انه الخلية بتدي ضوء مختلف لما ان انا استخدم الوان درجتين او ثلاثة في اللون، فبتدي لون غير، وهو ده المطلوب حاليا ان انا اديها درجة اضاءة بالوان مختلفة، لانه ده هيأثر في الشكل العام. شايفين زي ما قلتلكوا ان هي خطوط بسيطة جنب بعضها، مفيش اي تركات، مفيش اي صعوبة، مفيش اي تفاصيل ما نقدرش نعملها، لا كله سهل ان شاء الله وبسيط، وزي ما انتم شايفين كده ما فيهاش اي حاجة صعبة. بالشكل ده ببساطة شديدة. طبعا دي انا مش هشتغلها لانه بصراحة يعني الموضوع بقى طويل، هعمل بس الفرع ده على اساس برضو يكمل الفرع ده كأنه نازل منه وبس. فيلا بينا نشوف نستخدم اللون الاخضر وهنعمل الليلة دي ازاي. طبعا استخدمت اللون الاخضر اللي هو الفاتح شوية عن اللون ده، وده اقرب طبعا لالوان الزرع منه اللون الزيتي الغامق ده. نعمل الباقي هنا بالجزء ده بالواحدة دي، وبعدين هننقل على الأخضر الغامق نبتدي نشتغل فيه الورقة اللي انتوا شايفينها. الخيط ده سميك عن الخيط ده، فطبعا بستخدمه لوحده مش بعمله دبل، وهو دبل بيبقى مش عايز يدخل ويطلع كده، بيبقى رخم. حاسين ان هي مش باينة كده مع الورقة البيضة، ولكن وقت ما اشيل الورقة البيضة هتبين التفاصيل كاملة وهتعرفوا قد ايه هي مبهجة، فانتظروا وهتطلع معاكم رسمة تحفة. ولكن التطريز زي ما بقول دايما بيحتاج طولة بال وصبر شديد، فلازم نكون صبورين. التوتي باج دي مش زي اي توتي باج ممكن تلاقيها في السوق، لان طبعا متعوب عليها في نوعية التطريز، نوع الرسمة، القماشة، الحزام اللي هتستخدميه، البطانة، طبعا بتكون تكلفتها اوفر مايند بالنسبة للناس العادية، ولكن هي بتعيش سنين فتنفسه شكلها حلو، فيها تفاصيل، فاكيد مش هتكون زي التوتي باج واسعار التوتي باج العاديه اللي هي متداوله في السوق. وهتشوفوا قد ايه في اختلافات في الكوليكشن. هعمل لكم توتي باج اقتصاديه ما فيهاش تفاصيل كتيره، ولكن التفاصيل بتاعتها في تفاصيل القماشه وقد ايه الاقمشه بتاعتها هتكون مختلفه برضو عن اللي بتتباع في السوق، وهتكون متاحه ان شاء الله على الموقع قريب وعلى صفحات الميديا. زي ما انتم شايفين بمشي على الرسمه بالظبط، مفيش اي تفاصيل. هخلص دي ونشوف القطعه الثانيه الخضراء هشتغلها ازاي، عشان برضو يكون عندكم فكره هتعملوا ايه فيها. طبعا كده كده الخطوط اللي انتم شايفينها دي انا هعملها بالوان ثانيه، فبدل ما اقطع الخيط عشان اوصل للحته دي هعملها وانا ماشيه كده، وهعمل برضو الحته دي لانها مش معموله. زي ما انتوا شايفين اخيرا اخيرا الرسمه كده اتحددت كلها ان شاء الله، يعني ما يكونش في اي حاجه، ما فيش بس الا الحته الصغنطوطه اللي هي المجسات دي بتاعت النحله والجزء الدوران ده بالعينين وبس. باقي كل حاجه بقى هتتقطع عشان تبان. هقطع لكم مثلا خليه كده او اتنين من القطعه
عشان بس تشوفوا النظام ماشي ازاي. وعلى فكره بتكون مزعجه جدا عشان بس يعني، بس بصراحه تفاصيل الرسمه كتيره، وفكره ان انا اشفها واعمل الحركات دي تبقى صعبه ورخمه جدا. فيعني انا عملت الحركه دي على الاساس ده، فمعلش. بصوا اصلا الكياته بس وهي يعني لسه حتى ما اتشالتش، متخيلين؟ طبعا دي بعد بقى اخليها تسليه كده ومع نفسي بالراحه بظهر ابره او بالمقص، وبعد ادمر فيها كده. فهخلصها كلها واقطعها، مش الرسمه طبعا، الورقه، وهرجع لكم مره تانيه تشوفوا شكل الرسمه بقى عامل ازاي. ترى زي ما انتوا شايفين الرسمه بتاعتي. طبعا انا شلت الورق، او يعني اغلب الورق لان لسه في ورق هنا، وشلت حاجات كتيره، وابتديت ان انا اطرز الرسمه بتاعتي. وطبعا شايفينها في الاخر وحاسين بالارباك. لا هي نفس الرسمه، وده كان شكلها لما شلت الورق اهو. طبعا من ورده زي دي لقطعه زي دي طبعا بالجمال ده في اختلافات، وفي حاجات كتيره حصلت. فانا معاكم حاجه حاجه، هبتدي دلوقتي احلل كل اللي انا عملته، وبعدين نبتدي مع بعض نكمل الباقي. هي لسه فيها كماله؟ اه لسه فيها كماله، ولسه ما خلصتش اصلا. الزرع انا عملته زي ما قلت لكم باللون الاخضر الغامق اللي هو ده. طبعا ده مع ده مش باين، يعني اظن انتوا شايفينه، هوريكم حالا اهو. يعني الاخضر ده اظن هو مش باين اصلا في الكاميرا، ده مش باين قوي، تمام. فكان لازم ان انا يعني ادي ايه طاقه كده للون، فاستخدمت اللون الاخضر الزرع التقليدي اللي هو شويه فاتح، وتحس ان هو مش مدموج مع الليله، ولكن بطريقه ما دمجته، وهوريكم الطريقه دي حالا. عملت طبعا منه الزرعات اللي انتوا شايفينها دي، شكلها كيوت قوي. وهنا طبعا في منها، هنا نفس النظام، وطبعا ورق شجر، والنحله نفسها في منها برضو، بس طبعا انا استخدمت لون تاني، استخدمت لون اخضر فاقع انتوا عارفينه اللي هو البستاج ده، مش معايا حاليا، مع اللون الاخضر الغامق برضو. اغلب الرسمه اتعمل باللون ده اللي هو اللون الاورنج اللي عاطي على ذهبي في الشمس ده حاليا، هو اللون اللي موجود في الخلايا دي. اللون الاورنج ده استخدمته بس في قلب الورده، وهنا باللون البني المحروق، وفي النص بالظبط لون اسود. الورده دي كانت صفرة مع الحواف او التحديد يكون باللون ده. طبعا نرجع للالوان دي تاني، النحله نفسها مش باينه ومش عجباني ان هي تكون كده، فطبعا طبعا يعني هنبتدي نغير فيها. طبعا باللون الذهبي ده الخلايا زي ما انتم شايفين اهي، دي الرسمه الاساسيه عشان تبصوا كويس. عملتها بالورده الفرنسيه، ودي اسهل حاجه واسرع حاجه، وفي وقت نفسه هتديني بروز، لان الخلايا انتوا عارفين بتبقى اشكال سداسيه وفيها زوايا وضوء وتفاصيل كتيره، فانا مش عايزه ادخل في الصداع ده كله، فعملتها ورده فرنسيه. وطبعا في زي ايه حركه كده بتدي زي بروز للون القماشه، فكانت باللون الاسود اللي هو اصلا ده. فانا مش هعمل طبعا الوان تاني، انا بس هدي دايره كده في النص اهي، مش عارفه شايفينها ولا لا، وهبتدي اشتغل من حواليها عادي جدا، لانه عايزه في النص يكون فاضي. طبعا الفتله دي على اربعه بالنسبه للفتل العاديه اللي هي بتاعه التطريز نفسه، اللي هي مثلا دي او اللي هي دي، فهتكون طبعا سمك الخيط اللي هو على اربعه ده هو فتله واحده بالنسبه للتاني، تمام. فلازم تكونوا عارفين شويه انتوا بتشتغلوا بسمك الخيط عامل ازاي، على اساس انك انتوا ما تقعوش في فخ الالوان، مهمه جدا. فدي انا بلفها على اتنين، لفه التانيه على الابره، تمام، وبدخل تاني في قلب القطعه بتاعتي، بسحب، وطبعا بخلي بالي قوي من التعقيدات الكلكعه بتاعت الخيط، وبشتغل بشكل متقارب قوي. يعني مش بروح مثلا اعمل ورده كده عشوائي في كل حته شويه، لا بروح اشتغل بشكل متقارب، على اساس ان بصوا الخليه في النهايه تبقى عامله ازاي، كانها كده ايه كلها نفس اللون، كلها مترقعه كده بنفس اللون ده. هي بس الفكره صبر، وبتاخدي وقتك وبتشوفي الرسمه محتاجه ايه، وبتبتدي ان انت تشتغلي على الاساس ده، تمام. طبعا كل شويه بعمل نفس الحركه لحد ما بخلص الخليه كلها، تمام. لفتين ادخل في نفس المكان تاني، او يعني قدر الامكان انه بيكون في نفس المكان،
تمام. احيانا بيحصل الكلكعه اللي انتوا شايفينها دي، بس لما بشد بسيط كده بايه بتبقى زي الفل يعني. هدخل دلوقتي على اول حاجه في الخليه الاساسيه اهي اللي هي فيها الورده. زي ما انتوا شايفين الخيوط عامله ازاي، كانها هي فيها فراغات كده، وانا مش حابه كده، بس انتوا شايفين في اللي هي المتفنشه الخط كانه مسطره مرسوم، هو ده اللي انا عايزاه. فبالابره بتاعتي والخيط نفس اللون درجه تانية، يعني لون مختلف عادي بيديها ايه زي شكل. يعني انا عملت باللون ده اللي هو مستمر معايا في كل حاجه، ولكن في الشغل الاساسي مثلا هنا كنت عامله لون اورنج مع لون مش عارف ايه، فلما جيت برمتها زي ما انتوا شايفين بتدي لون مختلف، وهو ده اللي انا عايزاه. شايفين اهو. بقت مسطره طبعا الكلام ده لان انا شغاله على ورقه، رجعت شديت الورقه، فالورقه طبعا بتدي فراغ بسيط. اللي تبقى شغاله على الورقه بيبقى مش الغرز بتاعته احلى حاجه في الاول، بس بيحتاج صبر. احنا مش شغالين على فازلين مائي، مش شغالين على رسمه مرسومه، لا احنا شغالين من ورقه وبنرجع نقطع الورقه، وده شغل شوية يعني اقل من التقليدي كمان صراحة. تفاصيل زي دي يعني انا مستحيل ان انا اقعد ارسم الرسمة، فلذلك صورتها. تمام. الطريقة دي بقى هطبقها في كافة الزوايا بتاع الخلية، وهرجع بعدين على الشكل بتاع البتلة بتاعتي برضو نفس الطريقة. تمام. طبعا كده حددنا كل حاجة اهو في الخلية كأنها مرسومة زيها زي باقي الاشكال اللي انتوا شايفينها حاليا. تعالوا بقى دلوقتي نبرز الوردة بتاعتنا، وده مهم جدا. اول حاجة برضو هعمل نفس الاسلوب بس في الوردة نفسها. ازاي بقى؟ نفس الطريقة كده هروح كأني برضو، طبعا عارفة ان ده مش الشكل اللي انتوا متعودين عليه في فيديوهات التطريز، ولكن انتوا النتيجة قدامكم واحكموا براحتكم. طبعا مش عايزين ننسى ان الوردة نفسها فيها زي بتلات خارجية في خلايا تانية، فبرضو ما ننساهاش. ترى زي ما انتم شايفين ده كده البداية، يعني الوردة بتاعتي بس ابتدت ان هي يعني يكون ليها ايه بروز، فاهمني؟ دلوقتي هاجي بالمقص لان انا عملت خطأ مش عايزة طبعا اعيده. لو كنت عملته في الاول كان برضو هيبقى بايظ. اللي هو ايه؟ اللي هو الخيوط دي شايفينها، طبعا دي بسمك الخيوط دي فمش هتبرز الوردة بتاعتي زي كده. اوكي، في فرق في مستوى الخيط اللي انا بستخدمه، فطبعا هشيل الخيوط دي وهخلي شكل الوردة بس. طبعا هسيب الوردة الفرنسية زي ما هي، هشيل بس الخيوط اللي هي السميكة دي، اقصها خالص لان انا مش عاوزاها معايا، وهبتدي اشتغل
على الخطوط اللي انا حطيتها دي، لان ده مهم. اوكي اشيلها وارجع لكم تاني. طبعا نضفت الورده زي ما انتم شايفين وخليتها على الزيرو، بس هي التحديدات اللي احنا عملناها مع بعض وبس. هتقولوا ان انا بوظتها، ولكن اصبروا عليا شويه. الفتله المره دي على 2 مش 4، وده عشان يديني التاثير اللي انا عاوزاه. وهروح كده من اول التحديدات بتاع الورده الفرنسيه. طبعا ما ننساش ان هي المفروض تكون دايره، هنكملها فيما بعد. وكده وايه كاني بخيط واعمل شكل البتله بالشكل ده كده. طبعا بشكل عشوائي تماما، يعني ما فيش اي حاجه غير بس خطوط رفيعه كاني ايه برسمها. الورده دي مرتكزه على لون الاورنج بس، يعني اغلب الاوقات كلها اورنج اورنج اورنج. وهندخل معاها اللون ده في النص كده، فتطلع حلوة قوي. هنلاحظ كمان ان هنا كده بيكون كتير قوي، هنا بيكون كتير، في النص بيبقى عبارة عن خطوط رفيعة. تمام. طبعا في بواقي خيوط هي على هدومي وبتيجي على القطعة وانا شغالة. شايفين بشكل عشوائي تماما بعمل خطوط في النص وعلى الجوانب كده. هنا طبعا مفيش قمة بتلة، فعلى طول كده بتبقى خطوط عشوائية اللي هي فيها دايما زوايا، دي بتبقى تجميعة كده مع بعضها. تمام. طبعا من مجرد خطوط بسيطة الوردة بدأت تبرز كده وتطلع لفوق. هكمل القطعة وارجع لكم مرة تانية. انتم شايفين دي النتيجة تحفة. ودلوقتي فتلة برضو على فتلتين اهي، مش 4 زي التانية. وهبتدي اعمل نفس الحركة، لانه طبعا مش معقولة الوردة نفسها تتحدد باللون ده وهي قلب الوردة نفسه مش هيكون موجود في نفس اللون. فلازم نكون شوية فاهمين الالوان نستخدمها ازاي. ولما بنحتار بنعمل زي ما انا وريتكم كده، بجيب صور زي اللي انتوا شايفينها دي وابتدي اخد منها الالوان. طبعا مش ببالغ في اللون الاساسي، بروح على اللون اللي هو مفروض ابرزه اكتر واكتر منه، اللون اللي هو مفروض انه حددت بيه، مش بتقل قوي بيه، ببتدي ان هو يكون اخف حاجة. وبروح على الالوان التانية ابتدي ان انا اكترها حبة. طبعا انا باخده بستخدم الثلاث الوان المعروفين اللي هو اللون الاورنج، اللون الاورنج الغامق، واللون الاصفر الكناريه. هما الثلاث الوان دول ان انا بستخدمهم، هكتر قوي من اللون ده. ده هيكون في البسيط لان احنا حددنا بيه، وده هيكون مجرد لون بس يدي ضوء. تمام. هو حتى باين ان هو يعني ضوءه عالي عن اللونين دول، فهو ده اللي انا هفتح بيه الورده بتاعتي. كل خط بيتحط بيدي ضوء وشكل الوردة اكتر من اللي قبلها. اكتر حاجة فيها تفاصيل هي عمايل الوردة، عمايل الخلية، ودول اكتر حاجة انا شرحتها لكم. الباقي هو مجرد خطوط زي ما انا ماشية كده، بس بمشي على الرسمة، سواء بقى شلت الورقة حطيت الورقة، هي نفس الاسلوب. التفاصيل والديتيلز دي ما عملتهاش الا لما شلت الورقة وبس، هي مجرد خطوط رسمتها بالقلم ورجعت مشيت عليها، لذلك ما فيهاش اي تفاصيل. لو عايزين اعملها لكم لوحدها ابقى اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم فيديو خاص بيها لوحدها بدون اي طبعا مشاريع، وان شاء الله تفهموها اكتر. لكن انا عملت لكم الحاجات اللي هي ما فيهاش تقليديه، هي دي بس اللي انا شرحتها معاكم. طبعا فيديوهات التطريز بتحتاج كاميرا ووقت تصوير طويل قوي، وبيختصر في دقيقه 2 على اساس نوضح الفكره، والموبايل معايا شويه بعافيه، فمش هينفع ان انا اعمل معاكم الفيديوهات الطويله قوي كتوتوريال للتطريز، معلش. بدات طبعا برضو تبرز اكتر واكتر. هدخل بقى اللون الضوء اللي هو اللون الاصفر الكناري ده بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه، ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. على طول اول ما حطيت اللون الاصفر ابتدت الرسمه تنور، هي شكلها عادي جدا، مجرد خطوط جنب بعضها، واللي هيقرب لها هي ايه دي، يعني شكلها مش جامد. ولكن زي ما انتم شايفين الصوره لازم تكون عباره عن بورتريه صغير كده. طبعا كل ده جميل
نرجع برضو هنعمل هنا نفس اللي احنا عملناه في الوردة دي، لان هي دي تبعها. تمام، ودي نفس النظام هنا، صغنطوطة قوي دي، وهنا برضو، وهنا. فيعني كم رخامة رهيب في الرسمة، مش عارفة ليه اخترتها بس عادي. خلاص قربت تخلص، ده اللي انا بقنع نفسي بيه من ساعة ما ابتديتها اصلا، ان هي قربت تخلص، مش عارفة ليه برضو، بس ماشي. يعني هي فعليا كل ما بيخلص مرحلة منها بتبقى واو، وده اللي مصبرني عليها. هي رسمة كيوت قوي فعليا، ما فكروش تعملوها لحد، لان هي هتاخد مجهود كبير جدا، وسعر الشنطة في الاخر هيبقى يعني طائق محدش هيستوعبه. فيفضل تختاروا الرسومات البسيطة، وإلا بقى لو عندكم عميل هيرضى بالسعر، لأنه شوية هيكون عالي فعادي، لأنه طبعا كل واحد عنده لستة عملاء معينين بياخدوا منه أي حاجة يكون شكلها حلو. نهينا عن السعر بيبقى عامل ازاي، ولكن السواد الأعظم من الناس مش كده، خليكوا فاهمين برضو انتوا بتعملوا ايه. والقماشة بتبهت، فالرسمة هتطرقع أكتر لما القماشة تبقى بهتة، لأن يعني دي خيوط مش هتطلع لون. ودي الميزة الرهيبة اللي بستخدم فيها الخيوط دي، لأن هي مش بتطلع لون. طبعا خيوط التطريز شوية بيكون فيها المقالب دي تطلع لون، مش عارف تعمل ايه بتسوي ايه، فأنا بعدت شوية كتير قوي عن خيوط التطريز على الأساس ده. ولكن هيستخدم طبعا خيوط التطريز في إبرة الطنبور أو إبرة الخرز، وده مش كتير قوي، مش مشكلة رهيبة، لانه كده كده الخيوط مش هتبان الا في بعض الرسومات اللي انا هختارها، فعادي. يا لهوي على الكياتة، فظيعة. بصوا بقت شكلها حلو قوي ومميزة كده. نرجع للخيط السميك ده، ولكن باللون الأورنج، ونعمل الوردة الفرنسية هنا. تمام، زي طبعا ما وريتكم كده، بس باللون البرتقاني. في النص هنعمل التمويجة بتاعتها باللون الأخضر زي الوردة. شايفين هنا في أخضر وفي أورنج، نفس الطريقة ولكن طبعا بشكل كامل، وساعتها هنشوف الرسمة بتاعتنا كاملة. وبس يا حضرات، طبعا كده التفاصيل دي كلها تكون خلصت. هي زي ما انتوا شايفين في مجملها سهل، ولكن ورا التفاصيل بيبقى فيه تفاصيل تانية بنبتدي نشتغل عليها، فبتبرز معانا الرسمة القمر اللي انتوا شايفينها دي. سهلة بسيطة ولكن محتاجة طولة بال، زي ما دايما بقول التطريز بيحتاج طولة بال، بيحتاج ان احنا نمشي ورا التفاصيل كده بسهولة وما نعقدهاش قوي. اصلا انا معرفش غرز اغلب التطريز، يعني حتى تطريز الماكينات هو ماشي على غرزة رايحة جاية رايحة جاية، ما فيهوش اي تفصيلة بالفعل. ولكن احنا طبعا في التطريز بتاعنا اليدوي بنبتدي ندخل غرز، بندخل تفاصيل، بندخل الوان احنا حابينها. شكل الرسمة بيبرز اكتر من الحاجات التانية، فده كله لازم نحطه في بالنا، ان احنا بننتظر كل الجمال ده انه يطلع، مع اختلاف الوان، مع اختلاف تفاصيل صغيرة بنعملها زي الخيوط. يعني احنا بس استخدمنا خيوط بسمك معين، مرة بنتقل الخيط مرة بنخففه، فبيديني البروز والتنافر اللي احنا بنشوفه في الرسمة، بيطلع الجمال اللي احنا شايفينه ده. بكده الفيديو بتاعي يكون خلص. طبعا انا لسه هكمل هنا زي ما وريتكم وقلت لكم، لسه هكمل الخلية الناقصة دي، لسه هكمل شكل النحلة اللون البني المحروق ده، هعمله بلون بيج يكون فاتح شوية او شويتين ثلاثة كمان، وساعتها الرسمة بتاعتي كنحلة هتبرز مع كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده. ولكن رسمة النحلة ما فيهاش اي تفاصيل، هي مجرد خطوط ماشية عليها بس بعيد كذا مرة، فبتتقل وبتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ما فيش اي تفاصيل فيها. التفاصيل اللي بجد كانت في الوردة، في الخلية، في شكل الخلية، انه يبان كأنه مرسوم خطوط كده متوازية وحادة مع كل الرقة والورود اللي موجودة معنا. رسمة كلها خلصت زي ما انتوا شايفين، شكل الرسمة تحفة بصراحة. استخدمت اللون البيج والأصفر والبني في أجنحة الفراشة، وهمشت خالص اللافندر، وعملتهم طبعا نفس النظام هنا
والنحلات الصغنطوطة قوي اللي هنا دي، والخلايا زي ما انتم شايفين الرسمة بصراحة خلاص بقت بيرفكت. قفلتها من الظهر بالفازلين وكده خلاص الرسمة بتاعتي خلصت. وبس يا حضرات، كده فيديو النهاردة يكون خلص. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني الفيديو الجاي هنجمع فيه الشنطة دي وهتشوفوا شكل التوتي باك في النهاية. لو لسه اول مرة بتتابعوني، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو وكروشيه العادي وكمان التطريز وشوية حاجات صغننة كده. مع السلامة، باي.